أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد السياسي قبل 20 عاما من القدس دوت كوم. في كل حلقة نطالع أبرز ما كتبته صحيفة القدس خلال هذا الأسبوع، ولكن قبل 20 عاما. وفي عناوين القدس قبل 20 عاما نطالع: محادثات فلسطينية إسرائيلية في النرويج لبحث المشاكل التي تعرقل تنفيذ اتفاق الحكم الذاتي، المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الخليل ورام الله، المجموعة الاستشارية للدول المانحة تقرر دفع 1,100,000,000 دولار للأعوام 3 القادمة، الفصائل 10 تشكل تحالفا لإفشال الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي. ونطالع أيضا: وفد فلسطيني يلتقي بيريس في أوسلو لإخراج المفاوضات من الطريق المسدود، الشيخ أحمد ياسين يوضح أسباب معارضته للاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، مشروع إسرائيلي ضخم لمنطقة باب العمود بهدف تحويلها إلى نقطة لقاء بين شطري القدس، الإعداد لتشكيل أول حزب فلسطيني إسلامي علني في الأراضي المحتلة. وفي القدس قبل 20 عاما نطالع أيضا: مشكلة السيطرة على المعابر تهدد بتجميد اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، رابين قدم إلى عرفات 7 طلبات خلال لقائهما المغلق في القاهرة، كلينتون والأسد يلتقيان في جنيف بعد شهر، عرفات متفائل بإمكانية إتمام الانسحاب من غزة وأريحة. وختاما: عودة الدفعة الأخيرة من مبعدي مرج الزهور، شهيد من مخيم جباليا، عرفات على واشنطن وموسكو التدخل إذا استمر الخلاف مع إسرائيل، مصادر إسرائيلية: إسرائيل ستطلق سراح المئات من معتقلي فتح قريبا. ختام هذه الحلقة من المشهد السياسي في القدس قبل 20 عاما، إلى اللقاء.